بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرتنا حول الضوء وطبيعة الضوء وقوانين بصريات الهندسية. الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية طبعا تسير بسرعة الضوء في الفراغ، وهي تبلغ حوالي 300 مليون متر في الثانية تقريبا، أو 2.9979 × 10^8 متر على الثانية. ويكون المجال الكهربي في هذه الموجات الكهرومغناطيسية عمودي على المجال المغناطيسي، وكلاهما عمودي على اتجاه الحركة. طبعا يتسم الضوء بصفة التكمم، أي أنه يتكون من دفعات صغيرة من الطاقة وتسمى بالفوتونات، وبذلك فهو له صفة الجسيمات، وتتناسب طاقتها مع التردد بمعادلة اسمها معادلة أينشتاين، اللي هي مكتوبة المعادلة هذه E طاقة بتساوي ثابت بلانك في التردد، حيث ثابت بلانك هو 6.626 × 10^34 جول سكن. ويتحرك الضوء في خطوط مستقيمة، وله خاصية الاستقطاب، وهي أن اتجاه تذبذب المجال الكهربي عند اتجاه معين، تذبذب اتجاه المجال الكهربي عند تذبذب معين عمودي طبعا عن اتجاه الحركة. في الحالة هذه ممكن يكون في اتجاهين. طبعا الموجات الكهرومغناطيسية عندها طيف معين، الطيف اللي هو التردد متاعها، فيه جزء منظور اللي هو مبين هنا على هي الطيف، وجزء غير منظور اللي هو الاكس راي والالترا فايلت والانفراريد، الموجات فوق تحت الحمراء، موجات الميكروية وموجات الراديو والجاما راي أيضا، هذه كلها غير مرئية بالنسبة للإنسان. والتردد متاعها أو طول التردد متاعها موجود هنا على اليسار كي بالشكل هذا، اللي هو دبدبة في الثانية، والطول الموجي بأن طبعا بالوحدات، إما بيكون بالوحدات بالأنجستروم اللي هو 10^10 متر، أو بوحدات النانومتر اللي هو 10^9 متر، والميكرومتر 10^6 متر، والسنتيمتر والمتر والكيلومتر، وهكذا بالشكل هذا. ففي الطيف المنظور عندنا نشبحه احنا، نلاحظوا الموجات اللي طولها من 200 إلى 700 نانومتر، 200 إلى 700 نانومتر. طبعا الضوء عنده خاصية انعكاس على الأسطح، يعتمد الانعكاس هذا عليه طبيعة السطح، فلما يكون السطح مصقول ينعكس انعكاس واضح وصريح ما في شيء تشتت، لكن لما يكون السطح غير مصقول الانعكاس يكون في اتجاهات مختلفة. وبذلك في الحالة الأولى اللي هو في حالة السطح المصقول نقدر نشبه الصور تاع الانعكاس، في الحالة الثانية ما نقدرش نميز صور الانعكاس. الميزة متاع الانعكاس أو خاصية الانعكاس إن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس، هذا قانون مهم. لو خدنا عمودي على السطح، فلو تتبعنا شعاع من الضوء يسقط بزاوية تميل تيتا واحد على العمودي اللي على السطح، فزاوية الانعكاس بتكون أيضا تيتا واحد على العمودي من السطح، هذا هو قانون الانعكاس، زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. سرعة الضوء في المواد الشفافة تختلف على سرعتها في الفضاء. سرعتها في الفضاء زي ما قلنا اللي هي 2.9979 × 10^8 متر على الثانية، بينما سرعتها في المواد الشفافة تعتمد على معامل إن نسموه معامل الانكسار. في الحالة هذه سرعة بتساوي سي على إن اللي هو إن معامل الانكسار، بذلك ديما سرعة الضوء في المواد أقل من سرعتها في الفراغ، لأن إن أكبر منها وتساوي واحد. هذه أمثلة على إن اللي هو معامل الانكسار. لاحظوا هنا إن معامل الانكسار في الماء مثلا يساوي 1.333، معامل الانكسار في الزجاج مثلا 1.5، في أنواع معينة من الزجاج في 1.6، وهكذا بالشكل هذا. والمواد الشفافة كلها تعتمد عندها خاصية معامل الانكسار تعتمد على نوعية المادة.
طبعا الضوء عنده خاصية أيضا في المواد الشفافة، لما ينتقل من سطح إلى سطح بالإضافة إلى الانعكاس في عنده خاصية الانكسار. فلو عندنا حزمة ضوئية مثلا تنتقل من الهواء إلى الزجاج، فإن جزء منها ينعكس بزاوية سقوط تساوي زاوية الانعكاس، وجزء منها يحدث له انحراف أو حيود ويدخل الزجاج مثلا بزاوية تختلف عن زاوية السقوط. فزاوية السقوط تكون تيتا واحد، زاوية الحيود تكون تيتا اثنين. تيتا اثنين هذه تعتمد على سرعة الضوء في المادة، فإذا كانت سرعة الضوء في المادة أو بين المادتين هي نفسها، الزاوية زاوية الحيود هذه بتساوي نفسها زاوية السقوط، ولو كانت السرعات مختلفة فالزوايا تختلف. والقانون اللي يربطهم في الحالة هذه عندنا إن واحد ساين تيتا واحد بتساوي إن اثنين ساين تيتا اثنين، وهذا قانون مشهور بقانون سنيل. في الحالة هذه لما تكون سرعة الضوء أقل في المادة الثانية مثلا بتكون زاوية الانحراف أقل من زاوية السقوط، وهكذا بالشكل هذا تبعا للقانون هذا. وأيضا لو انتقل الضوء مثلا من الزجاج إلى الهواء مثلا في الحالة هذه، لاحظوا أن زاوية السقوط هنا تختلف على زاوية الانحراف، وذلك زاوية السقوط أقل من زاوية الانحراف لأن معامل الانكسار في الزجاج أعلى من معامل الانكسار في الهواء. أيضا بإمكان أن نشوفه لو خدينا مثلا حزمة ضوئية وسقطناها عليه قطعة مستطيلة من الزجاج مثلا أو البلاستيك أو أي نوع من أو حتى قطعة مستطيلة من الماء أو أي شيء، فيحدث انحراف في الحالة هذه، بعدين تخرج حزمة الضوء منحرفة بنفس الزاوية اللي سقطت بها، بمعنى أن زاوية السقوط الأصلية تساوي زاوية الانحراف النهائية لأنه هو نفس الوسط، مثلا كان هنا هواء فبيكون هنا هواء. فالزاوية هذه بالإمكان إثباتها أن زاوية تيتا واحد بتساوي تيتا ثلاثة بالشكل هذا. نطبق قانون سنيل هنا في المنطقة هذه، ونطبق قانون سنيل في المنطقة هذه، ومنهم الزوز من معادلتين هذول نقدر نثبتوا أن تيتا واحد بتساوي تيتا ثلاثة. ولكن هذا الانحراف داخل الكتلة هذه من المادة الشفافة تسبب في الحيود عن المسار الأصلي بمسافة دي. في الحالة هذه المسافة دي تعتمد على التكنس أو السمك بتاع المادة اللي اخترقها الضوء. فلاحظوا أن دي تتناسب مع تي وتتناسب مع الزوايا هذه كوساين تيتا وساين تيتا واحد ناقص تيتا اثنين. بالإمكان إثبات الكلام هذا بواسطة الهندسة. هنا عندنا هذا مثلث قائم الزاوية، وهذا مثلث أيضا قائم الزاوية اللي فيه جاما هذه، وبحساب المثلثات نقدر نوصل للنتيجة هذه الموجودة هنا. أيضا نلاحظوا أن معامل الانكسار يختلف ويعتمد على الطول الموجي، بمعنى أن معامل الانكسار هو دالة في الطول الموجي أو يتغير بتغير الطول الموجي لأي مادة. لاحظوا هنا الزجاج مثلا، وهنا البلاستيك، وهنا الكوارتز اللي هو الكريستال، نسموه فيه احنا كريستال، كلهم عندهم معامل تفرق أو معامل انكسار هنا يختلف باختلاف الطول الموجي. وبذلك لما نحصل منشور مثلا من الزجاج ونمر بحزمة ضوئية بيضاء، فإن يحدث انحراف للضوء الأحمر يختلف عن انحراف للضوء البنفسجي. لاحظوا أن معامل انكسار أعلى في الضوء البنفسجي مقارنة بالضوء الأحمر، لذلك زاوية الانحراف هنا بتكون أعلى للضوء البنفسجي أكثر منها للضوء الأحمر بالشكل هذا. هذه الظاهرة نسموها ظاهرة التفرق، وهي تسبب في ظاهرة تحلل الضوء إلى ألوانه الطبيعية. أيضا هناك خاصية ثانية أخرى مهمة ندرسها اللي هي الزاوية الحرجة أو الانعكاس الكامل. لو خدينا حزمة ضوئية تنتقل من وسط معامل انكسار بتاعها أعلى من وسط آخر، فعندنا طبعا زاوية السقوط هنا تيتا واحد بتكون أصغر من تيتا اثنين، لأن في الحالة هذه إن واحد أكبر من إن اثنين،
وفي مرحلة معينة زاوية الخروج هذه بتساوي 90 درجة. في الحالة هذه زاوية السقوط نسمها تيتا سي أو زاوية الحرجة. الحالة هذه لما تكون الزاوية الحرجة، لما تكون زاوية الخروج 90 درجة، في الحالة هذه نعرفوا أن زاوية ساين الزاوية الحرجة بتساوي N2 على N1. لاحظ أن هنا N2 أقل من N1. ولو زادت زاوية السقوط هذه على الزاوية الحرجة بيحدث انعكاس كامل وما يحدثش خروج للضوء أو انحراف للضوء هنا أو انتقال للضوء من وسط إلى وسط آخر. وذلك هنا يكون لما تكون زاوية سقوط أعلى من تيتا سي فانحراف حيكون أو انعكاس يحدث انعكاس كلي ولا يحدث انحراف أو حيود للوسط الثاني أو انكسار في الوسط الثاني. آسف، الظاهرة هذه اللي هي ظاهرة التفريق، اللي هي الظاهرة هذه اللي هو الانكسار، معامل الانكسار يعتمد عليه اللون، وأيضا الانكسار التام أو الانعكاس التام، أيضا هي هذه الظاهرتين هي اللي تساهم في ظهور ما يعرف بظاهرة قوس قزح. في الحالة هذه السحب تتكون من قطرات صغيرة، يجي ضوء الشمس بالشكل هذاي يسقط فيصير له انكسار داخل القطرات، وهنا الزاوية للبنفسجي بتكون أكبر من الزاوية للون الأحمر، وفي المنطقة هذه يحدث انكسار أو انعكاس تام، ويحدث أيضا خروج من الناحية الثانية هنا بزاوية البنفسجي أكبر أيضا من الأحمر. وبذلك المحصلة نلقى أن زاوية انحراف بين السقوط والخروج النهائي تكون للأحمر أكبر منها للبنفسجي. ففي الحالة هذه مثلا زاوية الخروج للون الأحمر هي 42 درجة، وزاوية الخروج للون البنفسجي هي 40 درجة. وبذلك احنا نعرف لما الإنسان يوقف ويشوف السحاب والشمس ساطعة عليه، السحاب هذه كل ما أرفع راسه فوق تزيد الزاوية هذه اللي هي زاوية تقاطع بين مد البصر وسقوط الضوء. وبذلك الزاوية 42 درجة اللي هي الأعلى تكون للون الأحمر، ففي الحالة هذه يبان اللون الأحمر، والزاوية 40 درجة اللي هي أقل تكون للون البنفسجي، وبذلك يبان اللون البنفسجي في الأسفل، وبذلك يبدأ فيه تدرج في الألوان من الأحمر إلى البنفسجي، والظاهرة هذه تسمى ظاهرة قوس قزح. نتكلم الآن على تكون الصور في المرايا المستوية. طبعا احنا زي ما قلنا ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، وذلك لو عندي جسم اوبجكت هنا بعده مسافة b على المرايا المستوية فانه ينعكس بالشكل هذا وتلتقط العين الاشعة هذية. طبعا الامتداد بتاع الاشعة هذية الساقطة والمنعكسة كلها الامتداد عند نقطة اسمها i، وبذلك يبان الجسم وكأنه صادر من المصدر I هذا اللي هو الإيمج أو الصورة اللي يبعد مسافة Q. في المرآة المستوية هنا المسافة B بتساوي مسافة Q، والارتفاع H هذا بيساوي الارتفاع H شرطة، وبذلك التكبير اللي هو H شرطة على H بيساوي 1 هنا في المرآة المستوية، وبذلك لا تحدث ظاهرة التكبير أو تصغير للصور اللي نشوفها في المرآة المستوية. نشوف المرايا الكروية المقعرة. طبعا تعريف المرايا الكروية المقعرة على انها مرايا عندها نص قطر تكور اللي هو R، هذا اللي هو نص قطر تكور، هذه المرآة العاكسة المركز بتاعها السنتر اسمه C والنص قطر هو R. في الحالة هذه والخط اللي يمشي من المركز للمرآة هنا لنص المرآة نسموه في الخط الأساسي أو البرنسبل أكسس، فهي المركز التكور هذا نسموه C في الحالة هذه. لو عندي جسم هنا بالشكل هذاي تطلع منه أشعة بالشكل هذاي وتنعكس، تطلع الأشعة تنعكس والامتداد متاعها أو الانعكاس متاعها يتقاطع في النقطة I هنا، وبذلك النقطة I هذه تمثل صورة. إذا هنا O هذه هي الأوبجكت أو الجسم،
والآي هو الإيمج اللي هو الصورة في الحالة هذه. إذا نلاحظوا في المرآة المقعرة إن الصورة عبارة عن صورة حقيقية ليست كما في المرآة المستوية اللي هي صورة خيالية. لاحظوا هنا إن الأشعة عندها امتداد وإن الصورة هي خيالية، بينما هنا في المرآة المقعرة الصورة تكون من تقاطع أشعة حقيقية، وبذلك فهي تكون حقيقية. لدراسة الصورة في المرآة المقعرة نشوف نلاحظوا إن الأشعة المتوازية للمحور الأساسي هنا يصير لها انعكاس في نقطة اسمها F، في نفس النقطة كل الأشعة تنعكس في نفس النقطة F هذه، واللي اسمها البؤرة، تسمى بالبؤرة، النقطة هذه تسمى بالبؤرة، وبعدها من المرآة F. F هذا هو البعد البؤري، والبعد البؤري هذا F بيساوي R على 2 اللي هو نص قطر التكور على 2. إذا F بتساوي R على 2. هذه تعريفات مهمة. هنلاحظوا إن المعادلة اللي تربط الصورة أو الجسم بالصورة، أو مسافة الجسم من المرآة على مسافة الصورة، هذه مسافة الصورة من المرآة، تعتبر العلاقة هذه اللي هي 1 على B زائد 1 على Q بتساوي 2 على R أو 1 على F. إذن 1 على B زائد 1 على Q بتساوي 1 على F للمرآة المحدبة. هنا لو تلاحظوا هذا هو الجسم، الشعاع اللي يمر بمركز التكور ينعكس ويمر بمركز التكور، والشعاع اللي جاي للمركز هنا بتاع المرآة ينحرف بزاوية سقوط هي نفسها زاوية الانعكاس، وبذلك تتكون الصورة عند تقاطع الشعاعين هدم تقاطع الشعاعين، فالصورة هنا بعدها كيو. من المثلثات هذه اللي موجودة هنا، خواص المثلثات، نقدر نستنجو ان المعادلة 1 على B زائد 1 على Q بتساوي 2 على R، أو 1 على B زائد 1 على Q بتساوي 1 على F، F اللي هو الطول البؤري. والتكبير اللي هو طول الصورة، طول الظاهري للصورة على الطول الحقيقي للجسم، هو ماينس Q على B، ماينس Q على B، التكبير M بيساوي ماينس Q على B. نلاحظوا هنا إن الصورة مقلوبة، وبذلك الإشارة السالبة تعني أن الصورة مقلوبة. ونلاحظوا أيضا أن هنا في الحالة هذه أن Q أصغر من B، إذن الصورة عبارة عن مصغرة، صورة مصغرة مقلوبة وحقيقية. ننتقل للمرآة الكروية المحدبة. في الحالة الثانية عندنا الأشعة اللي تسقط على المرآة هدية، لو عندي أشعة موازية للمحور الأساسي، هذا المحور الأساسي تنعكس بحيث أن الامتداد متاعها يمر بالبؤرة، بحيث أن الامتداد متاعها يمر بالبؤرة، يعني كل الأشعة الموازية هنا الامتداد متاعها يمر بالبؤرة F اللي هو R على 2. وأيضا لو عندي أشعة تسقط باتجاه مركز التكور اللي هو في الجهة الأخرى من المرآة، تنعكس بدون، يعني لأنها تسقط عموديا على السطح، تنعكس عموديا على السطح بدون انحراف، وبذلك تتكون الصورة زي في المرآة المستوية، صورة خيالية معتدلة ومصغرة، صورة خيالية معتدلة ومصغرة اللي هي امتداد تقاطع الخطوط هذه. في الحالة دي تكوننا صورة خيالية للمرآة المحدبة. عندنا قوانين اللي تربط إشارة الكميات اللي هو بعد الجسم وبعد الصورة وارتفاع الصورة والطول البؤري أو التكبير. عندنا بعد الجسم عن المرآة، إذا كان أمام المرآة فهو حقيقي، وإذا كان خلف المرآة فبيكون خيالي. خيالي معناها سالب، الإشارة متاعها حتكون سالبة، موجب معناها هنا الإشارة موجبة للكميات هذية، وسالب معناها إشارتها سالبة. بعد الصورة
لو كانت أمام المرآة فهي صورة حقيقية موجبة البعد، يعني بيكون كمية موجبة اللي هي كيو موجبة الإشارة، ولو كانت سالبة طبعا معناها خلف المرآة وهي خيالية وهي خيالية، أو لو كانت خلف المرآة نحط لها إشارة سالبة وتكون خيالية. ارتفاع الصورة المعتدلة بتكون موجبة والمقلوبة بتكون سالبة. الطول البوري ونص قطر التكور اللي هو F و R، نعرفه ان F بتساوي R على 2. فبالنسبة للمرآة المقعرة F و R بيكونوا موجبات، للمرآة المحدبة F و R بيكونوا سالبات. بالنسبة للتكبير، لو عندي الصورة معتدلة التكبير يكون موجب، لو الصورة مقلوبة التكبير يكون سالب. اهتموا بالإشارات هدية لأنها مرات نستخدمهم. احنا نوضحوا أمثلة على المرآة المحدبة لوطا والمرآة المقعرة فوق. بالنسبة للمرآة المقعرة نلاحظوا مسارات الضوء، هنا عندنا الخط الأساسي هداي، خط الأساسي principal axis اللي هو يمر بمركز التكور والطول البؤري أو مركز البؤرة أو البؤرة في الحالة هذه، ويقطع المرآة بالشكل هذا. لو عندي أي شعاع يمر بمركز التكور ينعكس عليه نفسه الشعاع هذا، دائما هذه القاعدة. ولو عندي أي شعاع موازي للمحور الأساسي حينعكس مار بالبؤرة، حينعكس مار بالبؤرة. شن عندي تاني؟ ولو عندي أيضا شعاع يمر للمركز هذاي أو اللي يضرب النقطة هذه فينعكس زاوية سقوط بتساوي زاوية الانعكاس، وبذلك تقاطع الشعاعين هذانا. أيوة، في الثالث هني الشعاع الثالث اللي هو لو شعاع يمر بالبؤرة، شعاع يمر بالبؤرة حينعكس موازي للمحور الأساسي، حينعكس موازي للمحور الأساسي. في كل الأحوال الأشعة هذه المنعكسة تتقاطع في نقطة واحدة وتكون الصورة. الصورة في الحالة هذه بتكون مقلوبة وحقيقية لما يكون بعد الجسم أكبر من مركز التكور، أكبر من R. بعد الجسم أكبر من R، لأن المسافة من نقطة هذه إلى C هي R، فلما يكون O أو P هنا P بعد الجسم أكبر من R فتكون الصورة خيرها، تكون الصورة حقيقية ومخلوقة. ولو حطينا الجسم في البؤرة بالضبط، حطينا الجسم في البؤرة بالضبط، إذن في الحالة هذه كل الأشعة حتنعكس موازية للمحور الأساسي وتكون الصورة عند ما لا نهاية، لا تتكون الصورة في الحالة دي. ولو الجسم بين المرآة والبعد البوري زي في المنطقة هذه، مسافة الجسم بي أقل من F في الحالة هذه، لاحظوا إن الشعاع اللي على امتداد F ينعكس موازي للمحور الأساسي، والشعاع اللي على امتداد C ينعكس عليه نفسه، والشعاع الموازي للمحور الأساسي ينعكس مار بالبؤرة F، وبذلك تتكون لي هنا في الحالة هذه، في الحالة هذه شن تتكون لي؟ تكون لي صورة الامتدادات بتاعها، الامتدادات بتاع الأشعة هذه تكون صورة خيالية خلف المرآة، صورة خيالية خلف المرآة. الصورة هذه آي خيالية ومكبرة وكبيرة ومعتدلة الحالة هذه. إذن لما تكون المسافة متاع بي أقل من F تكون صورة خيالية خلف المرآة. الصورة الخيالية معناها بعدها كيو بيطلع بالسالب، كيو بعدها بالسالب، المسافة بين الصورة والمركز هذه النقطة هذه هي كيو. في المرآة المحدبة في العادة دي ما عليه أي مسافة نحط الجسم هني دي ما تتكون صورة خيالية معتدلة. ولاحظوا إن الشعاع اللي مار موازي ينعكس وامتداد متاعه يمر بالبؤرة، في الحالة هدي البؤرة أمام أو خلف المرآة وسالبة طبعا، والشعاع اللي مار بمركز التكور اللي هو خلف المرآة أيضا ينعكس عليه نفسه، والشعاع اللي يمر بالبؤرة ينعكس موازي للمحور الأساسي. الامتدادات متاع الأشعة هذه كلها الامتدادات تكون الصورة اللي هي خلف المرآة.
إذا ديما للمرآة المحدبة الصورة تكون خلف المرآة معتدلة وخيالية ومصغرة. ناخد مثال بالأرقام. A spherical mirror has a focal length of plus 10 centimeter. Locate and describe the image of an object distance of 25 centimeter. إذا مرآة كروية عندها طول بؤري بموجب 10 سنتيمتر، وبذلك فهي مرآة مقعرة لأن موجب الطول البؤري موجب. باهي، حدد موقع وموقع الصورة ونوعية الصورة لجسم يبعد مسافة 25 سنتيمتر من المرآة. إذن هنا في الحالة هدية لاحظوا أن 25 هذه أكبر من الآر اللي هي 2 F اللي هي 20 سنتيمتر، وبذلك انتوقعوا أن الصورة حتكون حقيقية، انتوقعوا أن الصورة حتكون حقيقية ومقلوبة. نستخدم المعادلة أن 1 على B زائد 1 على Q بتساوي 1 على F. نحول 1 على B للطرف الثاني لأن المجهول هو 1 على Q، فنحصل 1 Q بتساوي 1 على F ناقص 1 على B، فنحصل نوحد المقامات ونقلبه نحصل Q بتساوي 16.7 سنتيمتر. إذن موجبة معناها أمام المرآة، موجبة معناها أمام المرآة. التكبير في الحالة هذه M بيساوي ناقص Q على B، إذا نحط الناقص وعندنا 16 على 25 هتطلع ناقص 0.668، وبذلك هي صورة حقيقية مقلوبة، صورة حقيقية مقلوبة ومصغرة. ناخد مثال ثاني على مرآة محدبة. هذه المرآة المحدبة موجودة في السيارات اللي هي المرآة الجانبية. ما هي؟ بالنسبة لشاحنة تبعد مسافة 10 متر من المرآة، والطول البؤري للمرآة المحدبة هي ناقص 0.6 متر. أوجد البعد الظاهري للشاحنة ومقدار التكبير. طبعا من جديد عندنا 1 على كيو بتساوي 1 على F ناقص 1 على B. إذن F لأنها مرآة محدبة، إذن 1 على ناقص 0.6 متر، والطول بعد الصورة 1 وبعد الجسم آسف 1 على 10 متر، فنحصل Q بناقص 0.57 متر. إذن في الحالة هذه هي خلف المرآة وهي صورة خيالية لأنها بالسالب خلف المرآة وصغيرة ومعتدلة أيضا. فعندنا M بتساوي ناقص Q على B، فالناقص في الناقص تولي موجب، ونحصله حوالي 57 من 1000. M بتساوي 57 ألف موجبة، معناها الصورة معتدلة وخيالية وخلف المرآة. ننهي المحاضرة هذه ونلتقي بكم إن شاء الله في محاضرة تانية